طيب شوف السؤال الثاني. سؤال أصعب شوي. سؤال بحكي لي يعني هو في قصة بس مش ضروري نحكيها بالآخر. بحكي لي إنه أنا عندي أريه فيها أرقام، في عندي two types of queries. أول type بحكي لي من بعطيني left to right، بحكي لي كم رقم بين left to right أقل أو تساوي x. x هو بعطيني إياه، فهو ممكن يعطيني مثلا من 2 ل 5 و 3. بحكي لي يعني كم رقم بين 2 و 5 أقل أو تساوي 3، هاي 2 وهي 5، كم رقم أقل أو تساوي 3؟ 2، اللي هم 3 و 1. تمام؟ وصل السؤال؟ في حدا ما فهمه؟ بعطيني رينج من left ل right، بعدين بيسألني كم رقم بهذا الرينج أقل أو تساوي x. طيب هذا أول كويري. الكويري الثانية بعطيني رقم، بحكي لي رقم بالاندكس 2 غيره، يعني خلي شيل 3 حط 7. طيب بالاسئله اللي زي هيك احسن لنا احنا نفكر دائما الكويريز واحده واحده، يعني ممكن الواحد يفكر يعني يكون فكر بالكويريز كلهم مع بعض تنعجق، بس احسن لك مثلا يعني خلونا نحاول نحل اول كويري. نحل اول كويري ونشوف كيف نحل ثاني كويري. تمام؟ طيب فاول كويري بعطيني ليفت ورايت، بحكي لي كم رقم بهذا الرينج اقل او تساوي اكس. اكس شو ممكن؟ اكم اكس حال زي لا بس هاد في ابديت هذا ما في بس هذا لا ما كان في ابديت مش حالات بتاع سيكويتريز. هل في سؤال اسمه كويري هذا على سبوج نفس هذا تقريبا بس بدون اليونت غير الالم. هذا في واحد ثاني وهذا يعني برضه بالضبط. طيب لكم دقيقتين نتفكر. اسمع ايش لا خلص لا عادي يعني كنت بفكر اعمل صارت لكل باكت حلو، بس الباكتس اللي داخلين جوا الرينج الباكتس الكامله بعملهم صارت وبعمل عليهم اوفر باوند، والباكتس اللي مش داخل اللي يكون على الاطراف مش داخلين كاملين بمشي عليهم عادي. طب ليش لوك تربيع؟ بقول صح لوك تربيع انت بتحكي عشان تعمل له صورت بعدين تحطه. اه بس انه انت هو مش لوك تربيع. اه هو عشان يكمل صح كثير. طب واحد الناس قسم كل كل باكيت فيكتور عشان صرت لكل هون وعاد تمشي على الباكيتس اللي اصلا كلهم موجودين تمشي حط بس اول اللي عندك هون والباقي بيكون شايل طبيعي. ايش بعد ما تعمل لهم صور؟ تعمل صور؟ طيب وبعدين بالكويريز لما يعطيني فرويد بمشي عليهم نفس ما عملوا شوي الباكيت اللي يكون موجود كله الرين انه علاقه اول المنت تحت المصور شايف؟ الباقي بيمشي عليهم طبيعي. ايش اول ما انت بدك كم اليمنت اقل او تساوي طب باينري سيرش؟ باينري سيرش يس اللي هي او ابر باوند اسهل اليمنت. طيب يس هذا هو الحل الصح. هلا الفكره هون احنا بدل ما بالسؤال اللي قبل لكل باكيت خزننا رقم ايش المينيمم فيه او مجموع بالقبلي، بس هون احنا ممكن نخزن الباكيتس نفسهم يعني بس نغير عليهم شوي. يعني انا لو عندي هيك اري بقسمها مثلا ل 3 انا بصير عندي الباكيت باخذ كل باكيت. هلا طبعا عندي الاري الاصليه في ما 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 بغير عليها، بس عندي اري ثانيه نسميها بي. اوكي فعليا هي بعمل باخذ كل باكيت 10 2 3 بعمل له سورت 2 3 10. انا عندي ثاني باكيت عندي 1 4 7 بعدين ثالث باكيت 8 9. تمام؟ فأنا كل باكيت مسكته وعملت له سورت لحاله. هلا لو احنا عندنا اري سورتد وانا بدي اعرف كم رقم بهاي الاري اقل او تساوي اكس بقدر اعمل باينري سيرش عليها، بنعرف هذا صح؟
باينسنت او بشيء اسهل نعمل ابر بارن اللي هو موجود بالسي بلس طيب ليش ما رتبناها كامل من الاول؟ لو رتبتها كامله انت بتوقع انت بدك بين ليفت ورايت فاحنا لو عارفين انه في باكت كامل جوا الليفت والرايت تبعنا فما بفرق معنا انه سورتد رح نكون هدول الالمنتس اللي جوا تمام تمام هاي فكره كويسه يعني احنا ما نفس الشيء يعني الواحد ممكن يفكر انه انا عم بسورت كله بس ما بظبط معنا عشان احنا بدنا ليفت ورايت بيخربوا لنا بس هون احنا بس بنعمل لور بام او ابر بام اذا كان جوا الرينج تبعنا فما بهمنا اذا غيرنا ترتيبها عشان انا اعرف كل هدول الالمنتس جوا تمام فعندي نفس قبل عندي رح امشي على ات موست سكوير روت باكيت والالمنتس هم جوا سكوير روت فبمشي من ليفت رايت مثلا اعطاني من هون لل 8 من 3 ل 8 رح امشي اول شيء هذا الالمنت باخذه لحاله هل هو اقل او يساوي 3؟ اه 10 اقل او يساوي 3؟ لا باجي على الواحد بلاقي انه هو بدايه باكيت والباكيت هذا كله جوا الرينج تبعي فهذا عن باين سيرش او ابر باوند رح جيب لي عند الاضعاف انه في 1 المنت قبليها ليش هو تمشي على 3 و 10 ولا تمشي على 2 و 3 ولا تمشي على اصليه مش على الباكت يس لو انا ببلش من ثاني اندكس لازم امشي من الاري الاصليه عشان ما يكون سورتد شكرا فانا بمشي من 2 و 3 بعدين باجي هون بلاقي انه هذا بدايه باكت فبعمل ابر باوند وبنط على اللي بعديه هذا او هون في هذا الشيء بلاقي انه هذا مش يعني مش الباكت كامل داخل معي فباخذ هذا الاليمنت لحاله بشوف هل هو اقل تمام؟ فهي فكرة انه احنا هون فعليا الاري كلها لساتها عندنا وخزناها بس عدلنا عليها انه عملنا لها سورت فاحنا ما نكون محصورين بانه بس اخذت سم او اخذت المينيمم او هيك شيء هاي الفكرة برضه بتنعمل ب سيجمنت تريز يعني السؤال اللي حكيت قبل شوي نفس هاد هي سيجمنت تريز بنخزن للي بيعرف سيجمنت تريز بنكون مخزنين بكل نود فيكتور بدل انتجر تمام؟ نفس الفكرة انه ابر باوند بنصير نعرف طيب مين يحكي لي كامل كومبلكستي؟ ان ايش؟ زفر كويري ان كيو كويري هي كيو كويري اوكي بدر ان لوج ان سكوير روت الان لوج سكوير روت لوج الان لا مش لوج جذر الان اتوقع يس هاي هي هون مش لوج الان هي لوج سكوير روت الان ليش؟ عشان احنا حجم الباكيت الواحد هو سكوير روت مش لوج فلوج سكوير روت الان كثير اقل من لوج الان تمام؟ اي ان سكوير روت الان بلوج سكوير روت في حد عنده مشكلة بهاي؟ كومبلكستي هي عدد الكويريز طبعا n log n plus بس لما يكون عندنا شيء اكبر عشان في عندنا سكوير روت فهو بيغطي على هاي خلص فاحنا عندنا كيو كويريز كل واحد بمشي سكوير روت n باكيت كل واحد بعمل عليه باين سيرش فهي log n سكوير روت تمام؟ هلا تذكروا لما حكيت لكم انه ما تفصلوا تفكيركم انه دائما حجم الباكيت هو سكوير روت الان شوفوا هون هون احنا في عندنا جزئين زي ما حكينا في باكيتس كاملين بنمشي عليهم وفي اليمنتس لحال صح الاليمنتس لحال كم الكومبلكسيتي عشان نشوفهم سكوير روت لا لا يعني الاليمنت الواحد هم عددهم سكوير روت 2 سكوير روت بس اللي عشان نشيك عليه هو او اوف 1 الباكيتس عشان نشيك عليهم كومبلكسيتي لوج فاحنا لو كبرنا الباكيت شوي تمام راح يصير عدد الباكيتس اقل فراح يصير الاليمنتس اللي فيهم لوج اقل راح يزيد عدد الاليمنتس اللي بنمشي عليهم ماشي فهيك احنا يعني احنا في عندنا اليمنتس بنمشي عليهم عادي كومبلكسيتي عشان نشيك عليهم او اوف 1 في عندنا الباكيتس كومبلكسيتي عشان نشيك عليهم لوج فاحنا لما نكبر حجم الباكيت راح يقل عدد الباكيتس فراح يقل الجزء اللي فيه لوج مضروب بلوج بس هون طبعا هذا السؤال ما راح يفرق يجيب لنا اكسبتد بس في اسئله ممكن فعليا تسرع هذا الشيء بس يعني لو جبت تايم ليميت على الاغلب مش هذا السبب انه ما تفكروا بهيك تفاصيل تمام؟ والله بحس انه ورست كيس يعني كثير يعني ممكن تلاقي يعني جبت يعني هذا اوكي بيجيب مثلا هون اكسبتد بس ممكن لو كبرنا يجيب مثلا تايم اقل يس انه تخيل لو بدل ما انا بحكي عندي سكوير روت باكيت كل واحد بعمل عليه لوج مثلا سكوير روت على 2 باكيتس
فالعدد اللوجز باثنين تمام؟ بس طبعا بيزيد عدد الالمس اللي مش عليهم فبده يكون في شيء تنازل. طيب في حراره في الابر باوند طيب نكتبه السريع أصعد ما حكيت واحد صح فيكم هلا هون احنا حلينا اول كويري اللي هي كم رقم برينج اقل من او تساوي اكس. طيب بعد ما عملنا هيك مين يحكي لي كيف لو انا هلا اجتني كويري انه رقم 4 غيره لرقم 9 ايش بتعمل؟ تعرف اي باكيت اوكي بتعمل دور على الباكيت وتغيره حسب ال طيب يعني راح اشيل الاربعه واحط الرقم الجديد بس لو حطيت هيك راح يبطل صورته بطل صورته بعمل يس ايش هو؟ يعني بتخزن بدل فيكتور مالتي سيت ايوه بس بحكي اوكي هذا شيء سيء كثير الفكره الحكايه انه بدل ما نعمل فيكتور نحط مالتي سيت فهم دائما سورتد على اول شيء ما راح يزبط ليش عشان المالتي سيت ما راح تعطيك يعني فيكتور لما نعمل ابر باوند ابر باوند راح نعرف اندكس راح نعرف كم اليمنت بالست مالتي سيت لو انت عملت لور باوند ما بتعرف كم شيء قبلك عشان الايتريتورز مش اندسيز تمام هاي اول شغله ثاني شغله حتى لو بزبط اذا في تكرار بالارقام هلا مالتي سيت بتخلي في تكرار الست ما في تكرار ثاني شغله انه هي اول شيء ضفنا لوج زياده عشان هون لما يعني خصوصا لما يعني كل ما تضيف element هو فعليا مش فارق بشكل اللوج بس استخدام set ومالتي set كتير ابطا دائما هاي خلوها قاعده ببالكم باي شيء هون هو يعني مش بس بسكوير روت كونستيشن لو بدك عندك خيارين تعمل فيكتور مع sort بيكون كتير 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 اسرع من انك تعمل set او مالتي set تمام فهدول داتا ستراكشرز بيكونوا ابطا يعني صح هو لوج هون لوج هون بس مش كل اللوج لوج يعني ما مثلا احنا ممكن نحكي كومبلكس سكوير روت بس هي هون ثلاث سكوير روت في اشياء ممكن مرات صغيره تفرق ففي كثير اسئله يعني هاي شفتها كثير ممكن تعمل سيت او مالتي سيت تجيب لك تايم ليمت تعملها فيكتور سورت تجيب لك اكسبتد وفرق كبير تمام فكره الحكايه انه احنا خلص نبدله بعدين نرجع نعمل سورت هاي تزبط او انه خلص احنا ممكن نلغي الفيكتور كله ونرجع نعمل لون جديد كم الكومبلكسي راح يكون؟ سكوير روت بلوك ولو عملنا شورت برضه سكوير روت بلوك تمام؟ فاحنا عشان احنا حجم الباكيت هو بس سكوير روت انا لو اغير اي المنت فيه ممكن ارجع الغيه كله وارجع ابنيه من جديد بحكي 1 7 9 بس زي ما حكى انه بتستغل المنت واحد وتعمل شورت كيف بتعرف انه كيف راح تعرف اي اندكس كان ما هو حكى لك لور باوند تلاقيه لور باوند على الاربعه بتلاقيها بتحط بدالها 9 بتعمل شورت بس طبعا ما تنسوا لما نغير اندكس نغيره برضه بالاريه الاصليه عشان في بعض الكويريز احنا نمر على الاريه الاصليه مش تحت تمام؟ في احنا عنده سؤال؟ اوكي اكتب الكود بس تقريبا بدنا نعدل على قبل نشوف اذا قديش نقدر نعمل تعديل طيب انا هلا بدل عندي اريه اوكي بدنا نعملها هي فعليا عندي مالتيبل اريز صح؟ انا بدي اعمل مثلا array of vectors او vector of vector بدي اعمل vector of integer b حجمها انا هون عملت 10 و5 بس ما بحتاج اكثر من سكوير يعني مثلا عملت هي 400 راح تكفي عشان اكثر من سكوير روت ال 10 قوه 5 تمام هلا بدل ما هيك راح احكي هون اوكي هون خلص ما راح يهمني انا باي باكيت بس بدي امشي على كل element احكي b of i dot على root dot push back b of i هون ايش صار عندي؟ طب مين يحكي لي كم عدد الباكيتس اللي عندي؟ هلا انا عارف انه square root بس بطلعه هون ك كود ايش؟ سيل square root سيل لا السكوير روت سيل ايش على ايش؟ ان على روت سيل ان على روت يس سيل على سيل الان على روت بس
يصير n على root. بس سيل حاولوا بعدوا عنها عشان سيل تتعامل مع دبلز، وهون يعني عشان نعمل n على root لازم نضرب تخليها float أو دبل. ففي طريقة نعمل سيل لانتجرز بدون ما نسمي دبل، اللي نحكي n plus root minus 1 على root. هاي راح تعمل لي سيل. مثلا لو انا عندي n على x بدي اعملها سيل، مثلا ناخذ مثلا 6 على 3. انا هون ايش بجمع؟ بجمع x minus 1. فانا بحكي انه السيل لهاي هي n plus x minus 1 على x. فانا بجمع 6 زائد 3 ناقص 1 8. 8 على 3 راح اجيب لي 2، عشان انا بجمع x الا 1. فلو كنت انا عندي 6 فما راح يكفي يوصل للنكست 3. اما لو كنت اي شيء بعديها، لو كنت 7، 7 زائد 2 راح يوصل 9 او اكثر، 9 او 10. تمام؟ فهي هاي بس كويس تعرفوها، بس لا تروحوا تنسوا. فلو انا بدي اخزن عدد الباكيتس عشان مش كل مره اعمل هاي المعادله احطهم بانتجر، فبدي احكي انتجر كاونت يساوي n plus root minus 1 على root. تمام؟ فبعد ما دخلت الاليمنتس بكل واحد بالباكيت تبعه امشي على كام اكثر اسم تبع كام، بحكي سور b of i dot begin b of i dot end. تمام؟ فهيك مشيت على كل باكيت وعملت له سور تحرك. هلا بدي اخذ الكويريز. في عندي تو تايبس اوف كويريز، يا انه راح يعطيني c او m. اوكي شوف، C اللي هي كم element بين 2 و 4 أقل أو تساوي 4. M هي modify، modify element at index 4 خليه 1. طيب نأخذ الـ queries، نعمل character عشان نعطيه أحرف، scan F. على f c تساوي c. هنا modify، فأنا بدي أخذ أخرى صوت، بدي أخذ scan f left، بدي أخذ left و right و x. تمام؟ فهو يحكي لي كم element بين left و right أقل أو تساوي x. طبعاً بدي أعمل ماينس ماينس ليفت وماينس ماينس رايت عشان أنا زيرو إندكس. بدنا نمشي فور إنتجر آي تساوي ليفت، آي أقل أو مش آي جي خليها تساوي ليفت، بي أقل أو تساوي رايت. نفس الشيء إذا أنا بداية باكيت، فإذا جي مود روت يساوي صفر، آن جي بلس روت ماينس 1 أقل أو تساوي رايت، هذا الباكيت كله داخل بالرينج تبعي. بدي أعمل إشي غير هيك، بدي أعمل إشي ثاني صح؟ طيب خلينا نشوف اول شيء. انا عندي بدايه باكيت وكله داخل بالرينج، حكينا بدنا نعرف كم اليمنت اقل او تساوي اكس، فاحنا نقدر نعمل ابر باوند ونشوف قديش بعدها عن البيجن. فبدي احكي اعمل هون انتجر انسر، فانسر بلس ايكوالز ابر باوند اللي هو دي اوف جي على روت. طب نعمل مثلا وخلاص اوكي، دي جي على روت دوت بيجن دي جي على روت ان، تدور على ايش؟ على اكس صح؟ فهيك راح يجيب لي ايش اول اليمنت بعد الاكس. فانا لما نقصه من البيجن راح يجيب لي كم اليمنت بس. فناقص بي جي على روت دوت بيجن. في حدا عنده مشكله بهاي؟ الابر باوند راح تعطيني، انا بعطيها البيجن والان تبعون الفيكتور، راح تعطيني ايش اول اليمنت بهذا الفيكتور اكبر من اكس. فلو كان هون حكيت لها ايش اول اليمنت اكبر من 3 راح تجيب لي اندك، راح تجيب لي اتريتر على 10. ولما نقصه من البيجن راح يكون 10، يعني زي كانه اندكس 2 ماينس اندكس 0 راح يكون 2. انا بعرف كم اليمنت تحت ال 10 تمام. فانا بعمل ابر باوند، بجيب اول اندكس اول رقم اكبر من هذا نقصه من البيجن. else فاذا انا مش على بدايه باكيت، فهذا element لحاله، فبدي احكي f
اي اس اف. بس قبل الالس مو لازم نمشي الجا؟ ايش هو؟ نمشي الجا لانه هو مش عربي. صح نمشي الجا زي قبل جا بلس ايكوالز روت ماينس 1. الس بدي احكي اذا بس مش ضروري الس اف ايش نجيك؟ رقم اقل من اقل يس في اوف جي اقل او تساوي اكس بس بلس انسر عشان هو هاد 1 11 تمام؟ ايش هو؟ ايه افتح الكود هو ما مو فارغ عشان هو واحدة بس لو جملة واحدة مش ضروري بعد ذلك نطلع الانسر تمام لهون ناس قبل نمشي من لفت رايت بس كان هو بداية باكيت فبعمل upper bound وشوف كم element غير هيك بشوف بشيك على element واحد وهدول عددهم square root هدول عددهم square root هلا else اللي هي ال modified فأنا بدي أخذ رقمين بدي أخذ مثلا نحكي ال index هو left أو l والرقم هو x طبعا minus minus l هو بحكي لي غير الرقم في index l خليه x فأنا راح أحكي أول إشي v of left يساوي x غيرته بالأري الأصلية هلا أحكي أنا ممكن أريح حالي وأرجع أبني الفيكتور هذا من جديد تبع هذا الوقت أنا راح أحكي انتجر باكر بدل ما نضلنا كلنا نحكي اللي هو left على root هو الباكر تبع هذا الاندكس صح؟ تمام راح أحكي b of bucket dot clear أفضيه بعدين بدي امشي طيب لو هلا انا هون باكيت هو الاندكس تبع الباكيت اللي هو 0 1 2 صح كيف بدي اجيب اول اندكس فيه باكيت ضرب باكيت ضرب روت يس فور انتجر ج تساوي باكيت ضرب روت راح اجيب لي اول اندكس فيه ج اقل من ان اند ج اقل من باكيت بلس 1 ضرب روت طبعا ممكن تنعمل طريقة ثانية بس فأنا مثلا لو أنا عندي رقم 7 هو إندكس 4 هون عندي إندكس 4 فلما قسمته على الروت حكى لي إنه أنا بباكيت 1 هلا أنا فضيت هذا الباكيت مع حيطه فهلا برجع أمشي على الإليمنت تبعونه وأضيفهم مرة ثانية عشان أعملها في السور فراح أحكي أول إندكس هو باكيت ضرب روت 1 ضرب 3 اللي هو هون بعدين راح أمشي لحديت باكيت بلس 1 ضرب روت هاي باكيت بلس 1 ضرب روت هو النكست باكيت او اني اكون وصلت لنهاية عشان لو بهاي الحالة ممكن لو بالاخر فما انا عندي باكيت اليمنتس بهذا الديفولت ما عندي روت اليمنتس فراح احكي بي اوف باكيت ضد بوش باك في اوف جي ضفت الاليمنت جي على هذا الباكيت بعدين سورت بي اوف باكيت dot begin b of bucket dot end فهيك احنا غيرنا العدد ورجعنا على بنينا الباكيت من جديد تمام طيب فاحنا لو نريد نعمل run طبعا compilation error اوكي اهو بعطيني كيو عند الان انه كيو بعدين الاريا اوكي 2 3 4 2 2 3 4 2 طيب في حد عنده سؤال؟ اذا في حد مش فاهم ايش يحكي عارف ممكن تحس الكود شوي معقد بس تعود عليه جربوا انتوا اهم شيء طيب نعمل سبميت اذا في احد عنده سؤال يحكي
شو هو؟ لما طرحنا البكت مشان نعرف مشان نشيل قبليها. طب زي هذا مثل ايوه احسن. وين؟ صدرت 9:30 9:30 هذا كانسل كلاسيك. الابر باوند؟ ايه هل في شيء طرحنا؟ لانه مشان شو؟ البيجن. هلا الابر باوند هي ما بترجع لي الاندكس، هي انا بحكيها اول شيء مين اول اليمنت اكبر من اكس. فلما انا احكي لها مين اول اليمنت اكبر من 3 ما راح ترجع لي الاندكس تبعه، هي بترجع لي الايتريتر. الايتريتر اللي هو زي بوينتر اذا بتعرف ما ادري. فهي راح ترجع لي الايتريتر عليها. فانا لو بدي اعرف الاندكس، هلا الفيكتور والاريز مين ورا بعض، فهذا الايتريتر لو نحكي رقمه دي فهذا دي بلس 1، هذا دي بلس 2. فانا لو عندي الايتريتر بدي اعرف الاندكس بطرحه من الايتريتر البيجن، البيجن اللي هو هون. فلما اطرح حد من هذا راح يحكي لي 2، فانا في عندي 2 اليمنتس بيناتهم. تمام؟ طيب.